سلام بنات، معكم نورا من يوميات نورا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده اللي غادي نحضروا فيها واحد البسيطلات ديال الحوت اللي كيجيونا اكثر من رائعين، كيجيونا لذاذين بزاف بزاف. نتمنى انها تعجبكم الطريقه اللي غادي نعطيكم، وجربوها ورجعوا لي في التعليق الزوينين بحالكم كيف غادي تجيكم. ما نطولش عليكم الفيديو وغادي ندوزوا المقادير اللي عندنا. عندي واحد جوج حبات ديال الشعريه الثانيه ديال الروز، يعني الشعريه الثانيه ديال الروز راه كتكون حسن من الشعريه العاديه، كتعطينا النتيجه حسن. انا هنا استقصها بالقشور ديال الكروفيت من بعد ما نقيته، شللتهم هكا واحد الشليله خفيفه وخديت الماء ديالهم، درته في واحد الكاسرون اللي غادي نسلقوا فيها هاد الشعريه، وضفت عليه هاد جوج حبات ديال الشعريه وخليتها هكا واحد جوج دقائق تتشرب لينا هذاك الماء ديال الكروفيت القشور ديالو. صافي وصفيتها كما كتشوفوا، كيعطينا واحد البنه رائعه في هاد الشعريه الثانيه. عندي واحد كنور ديال الحوت لان هنا قسمتها على جوج، النص غادي نبغيه للشعريه والنص غادي نبغيه لهاد طريفات هكا ديال الصدر. عندي طريفات ديال الصدر اللي مرقداهم من قبل حيت خاصهم يبقاو لينا على الاقل واحد نص ساعه مرقدين، داكشي علاش انا رقدتهم من قبل. غنقول لكم التوابل اللي درت فيهم، درت فيهم شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره او فلفل احمر، وشويه ديال البزار فلفل اسود، وضفت ليهم واحد راس ديال الثومه محكوك، وشويه ديال الربيع كما كتشوفوا، وضفت ليهم نص عصير ديال الحامضه، عصرته بحال هكا وضفته ليهم حيت ضروري خصو يكون مرقد لينا على الاقل نص ساعه قبل. هادو هما التوابل اللي درت فيهم، راه كنظن انني قلتهم لكم واضحين، طريقه سهله. عندي شويه ديال الكالامار هنا مقطع لهاد الشكل طريفات ترقيوقين، عندي شويه ديال الكروفيت، وعندي كميه ديال الجبن الاحمر، عندي شامبينيون من بعد ما خويت عليه الماء طيب غسلته مزيان مزيان وخويت عليه الماء بارد، قطعته بحال هكا قطع صغيره. عندي الزبده اللي غادي نحتاجها يعني كاع هاد المراحل ديالنا الشعريه الصدر، يعني غادي نحتاجها في هادشي كامل. ما كنستعملش البنات الزيت نهائيا، كنخدم غير بالزبده. عندي شويه ديال الهريسه اللي بطبيعه الحال اختياريه، تقدروا تنقصوا الكميه تقدروا تزيدوا بطبيعه الحال كيبقى لكم الاختيار. وعندي هنا الحامض مصير اللي مقطع طريفات صغيورين بزاف كما كتشوفوا هانتوما. وعندي هنا الصوجة، الصوجة اللي بغى يضيفها يضيفها، اللي ما بغاش يقدر يستغني عليها، ولكن ننصحكم انكم تضيفوا الصوجة في هاد البسيطلات ديال الحوت حيت كتعطينا واحد البنة رائعة بزاف. ما نطولش عليكم فيديو وندوزو لطريقة التحضير. دابا البنات اول حاجة غادي نبداو بها، غادي ناخذ واحد هكا واحد المقلة اللي شعلت عليها بطبيعة الحال ناقصة البوطة على الاخر يعني منقوصة بزاف. غادي ناخذ شويه ديال الزبده، غادي ندافع عليها هاد الكنور هاد النص، حتى يدوب لينا هو الزبده. دابا البنات غادي نزيد عليهم هاد الشعريه ديالنا اللي بطبيعة الحال مقطعينها شويه، صافي غادي نحرك مزيان. غادي نزيد عليها الهريسة، غادي نزيد عليها الصوجة، اللي بغى يضيف صلصة السمك ديال الصوجة يضيفها، انا ما متوفرش عندي. وحتى التوابل راه كيجيو زوينين ديال السمك، اللي بغى يضيفهم يضيفهم. غادي نحرك هكا، وغادي نزيد ليهم شويه ديال الابزار او فلفل اسود، شويه ديال الملحه. صافي هادشي اللي غادي ندير في التوابل، ما نكثروش الملحه غير شويه، ونحرك كلشي مزيان. صافي وغادي نطفى عليهم البوطه. دابا البنات من بعد ما خلطت مزيان غادي نزيد لهم هاد الشامبينيون،
صافي نحرك كلشي مزيان ونحطهم على جنب بحال هكا، نحطها على جنب وغادي ندوزو نوجدو هاد الصدور ديالنا. دابا البنات غادي نوجدو الصدر ديالنا وناخذ كميه من الزبده بحال هكا. غادي نضيف ليها هاد النص اللي بقى لينا من الكنور حتى يذوب لينا كما كتشوفوا مع هاد الزبده ديالنا. دابا البنات غادي نزيد ليهم هاد الطريفات ديال الصدر اللي انا دايره رقي وواقع على الشكل ديال الكروفي. هانتوما كيف كتشوفوا راه عندنا رقي وواقع هاد الصدر البنات، يعني راه كيجينا زوين، كيجينا يعني الا بغينا هكا نقتازو شويه راه كيجينا زوين، كيولي لينا بحال الشكل ديال الحوت، يعني كيجينا بزاف لاط رائعين. غادي نزيد ليهم الحامض مسير صافي، نحرك كلشي مزيان نخليه يطابو. دابا البنات من بعد ما طابو لينا هاد الطريفات ديال الصدر ديالنا كيف كتشوفو هانتوما، انا زدت ليهم واحد شويه ديال الفلفل الاحمر التحميره غير شويه زدت صافي. دابا غادي ناخذ هاد الشعر الثاني وغادي نضيف هاديهم، غادي نضيف هاد الصدر باش هاكا يطلق ليا تما ضعف الشعريه ديالنا. غادي نحطهم تاهما على جنب وغادي ندوزو نوجدو الكرافات ديالنا والكالامار. دابا البنات خديت مقلة كما كتشوفو وبوطة ناقصة، غادي نزيد عليها شوية ديال الزبدة بحال هكا دوب لينا شوية. دابا البنات من بعد ما دات لينا الزبدة ديالنا غادي نضيف ليها هاد طريفة ديال الكالامار، طبيعة الحال الكالامار أو كروفيت ما كياخدوش لينا الوقت بزاف، خصوصا الكروفيت كياخد لينا واحد المدة قصيرة. نضيف ليهم شوية ديال الملح وشوية ديال الإبزار أو فلفل أسود غير شوية صافي، نحركهم شويه يتشحروا لينا ونرجع معكم. دابا البنات تشحر لينا هاد الكلمات ديالنا، ما خصناش نخليه بزاف باش ما يقفحش لينا صافي. غادي نحيد دابا غادي نضيفوا لهاد الشعريه ديالنا، يعني اللي طيبتها غادي نضيف عليها بحال هكا. طبعا الحال في الاخر غادي نخلطو كلشي. غادي نحطها على جنب صافي، غادي نخلي فيها غير هاد شويه ديال هاد الزبده وهذاك الكالامار هذاك اللي طلق لينا فيه ديالو. غادي نزيد عليهم كروفيت شويه ملح شويه فلفل اسود او البزار صافي، نشحروا فيها واحد شويه. دابا البنات من بعد ما تشحر لينا هاد الكروفيت ديالنا كما كتشوفوا ما كياخذش لينا الوقت بزاف نهائيا، كنخليوه يعني هو اخر مرحله صافي. غادي ناخذ هاد النقيله اللي عندي فيها كلشي غادي نضيف ليها هاد الكروفات صافي،
وغادي نخلط كلشي مزيان هكا، وغادي نزيد لهم هذاك الجبن الاحمر. دابا البنات غادي نزيد لهم هذا الجبن الاحمر شويه، غادي نخلي شويه للتزيين. هذا الجبن الاحمر هو كيعطينا واحد البنه زوينه بزاف. صافي غادي نحرك كلشي مزيان ونرجع معكم. دابا البنات من بعد ما طابت لينا الحشوه ديالنا كما شفتوا معايا وضفت ليها كلشي وخلطتها مزيان، كنت حطيتها على جنب تتبرد لينا مزيان مزيان يعني تبرد عاد باش نقدروا نخدموا بها في الورقه ديالنا، باش بطبيعه الحال هكا الورقه ديالنا ما تقطعش لينا يعني بردات لي تماما. عاد باش دزت انا عمرت لنا شي حاجه، خليت وحده غادي نشاركها معكم. كما كتشوفوا راني عمرت هادو وزينتهم هكا بهذا الشكل ديال بابيون اللي كيجينا اكثر من رائع. كما كتشوفوا غادي نشارك معكم الطريقه. غادي ناخذ هاد الورقه بحال هكا كما كتشوفوا، كنقطعها بحال هكا مربعه هكا. عندي هاد الطريف حتى هو اللي غادي نجمعها به، راه طريقه سهله وكتعطينا واحد المنظر اللي زوين بزاف. غادي ندير لها بحال هكا، نجمعها هكا 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 كما كتشوفوا بحال هكا. غادي ناخذ هاد الطريف ديال الورقه وغادي نلوي عليها بابيون. الطريقه ديالها راه سهله باش نصوبوها وكتجينا مقرمشه. غادي ندورها بحال هكا غادي ناخذ شويه ديال الدقيق غير شويه، غادي نحطو هنايا صافي، ونزيد نلوي عليها هاد شويه ونحطها بحال هكا ونضغط عليها هكا كما كتشوفوا بصبعي باش تثبت لينا بحال هكا، وكنحصلوا على هاد الشكل. كيجي منظر زوين هكا، نزينوا بهاد الساتلات ديالنا. غادي نحطها دابا على جنب، غادي نعمر معكم وحده اللي بقات لي. انا عمرت الكميه اللي عندي، انا هنا البنات راني درت واحد الكميه اللي قليله يعني، حيت يعني ديجا انا كنت مصوباهم ومديراهم في المجمد محتفظه بهم، غير كما قلت لكم واحد المتتبعه طلبتهم مني، داكشي علاش بغيت نشاركها معكم هذه الوصفه. نتمنى انها تعجبكم، داكشي علاش درت واحد الكميه اللي قليله. غادي ناخذ الورقه هاد الجهه اللي كتكون عندنا ملسه هي اللي غادي نديروها، كتكون على الواجهه. غادي ندير بحال هكا، نضغط شويه، ناخذ شويه ديال الزبده نسرحها في هاد الورقه ديالنا هكا. صافي غادي ناخذ هاد العماره اللي عندي غادي نحطها صافي، نحاول هكا نقادها تاخذ لينا الشكل ديال هاد الصح اللي كنعمرو فيه. غادي ناخذ هاد الجوانب غادي نقطع منهم شويه، من الاحسن نقطعهم في الاول. الورقه عندنا مدوره نتنيوها على اربعه ونقطعهم منهم من الاحسن. صافي عندي هنا شويه ديال الدقيق اللي خلطته مع شويه ديال الماء باش كنسد هاد الورقه ديالنا. غادي نبدا دابا نسد فيها، ناخذ هاد الجوانب بحال هكا شويه ديال الدقيق نسد هكا شويه ديال الدقيق نسد، غنبقى مستمره على هذه الطريقه تنكمل هذا
البسطيله ديالنا. هاد البسطيلات راه كيجيونا رائعين بزاف، كيجيو بنان بنان بزاف، خصوصا انهم بسطيلات راه اقتصاديين، راه درنا فيهم صدر اللي كيجي المذاق ديالو بحال دايرين يعني الحوت، حيت عندنا شعريه ثانيه سلقناها في القشور ديال الكروفيت كتغطي لينا على هذاك المذاق ديال الصدر، ما كيبقاش يبان نهائيا، وفي نفس الوقت كيجيونا لذادي. صافي غادي نستنى بحال هكا حتى نكمل. دابا البنات من بعد ما كملنا هاد البسطيله ديالنا في السدان ديالها، غادي نضغط عليها هكا شويه باش تاخذ ليا هاد الفورمه ديال هاد الصحن بحال هكا. صافي غادي نقلبها هانتوما، شوفوا كيف كتجي. غادي ناخذ هاد اللاطه ديالنا، الفران انا راني مشعله من قبل الفوق والتحت، غادي ناخذ هاد البابيون غادي ندير فيها واحد شويه ديال الدقيق باش تثبت ليا على الورقه، غير هكا نقيطها نهنى شويه صافي، وغادي نحطها هكا نثبتها شويه بصباعي. غادي يبقى ليا هاد الجبن الاحمر حتى نخرجها من الفران، عاد باش غادي نزين بها. كما قلت لكم الفران راه شاعل من تحت والفوق، غادي ندخلها لي ما كتاخذش وقت بزاف، غير كتحمر لينا، ما غادي ندهنها لا بزيت هاد البسطيله ديالنا لا بزبده لا حتى شي حاجه، حيت هي اصلا غادي تطلق لينا الزبده. داكشي علاش ملي غادي تطلق لينا الزبده ديالنا غناخذ واحد المعلقه بحال هكا نهزو من الجنب وهكا ندوزوها على هاد البسطيلات من الفوق باش تعطينا واحد الوي اللي زوين، يعني ما نحتاجو لا ندهنوها لا حتى شي حاجه. مهم دابا انا غادي ندخلها الفران ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. دابا البنات من بعد ما طابوا لينا البسطيلات ديالنا هانتوما شوفوا كيف كيجيو، كيجيونا رائعين بزاف بزاف ولذادين. هانتوما شوفوا كيجيونا هكا مقرمشين بهاد الورقه اللي درنا وهاد البابيون اللي زينا بها وهاد الفرماج الاحمر، كيجي المنظر الرائع ديالهم وراقي، نقدروا نقدموهم حتى للضياف عندنا، وكيجيونا لذادين بزاف بزاف، خصوصا اننا واخا درنا فيهم هكا شويه ديال الصدر ولكن راه ما كيجيش باين نهائيا البنات، كيجي المذاق زوين بزاف بزاف. هنا البنات انا راه اكتفيت غير بهذيك الزبده اللي طيبت بها الحشوه ديالي الشعريه، نتوما الا ما كثرتوش الزبده في الشعريه وشي لاخر دهنهم هكا بشويه ديال الزبده قبل ما تدخلهم في الفران باش يعطيكم هكا هاد اللوين بحال هكا ذهبي. ونتمنى انه يعجبكم الفيديو وما تنساوش تخليو ليا لايك وديروا ابوني القناه باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد.